حديث القاهرة الليلة مع إبراهيم عيسى أبرز تطورات الأوضاع اليوم في غزة وتفاصيل عمليات الهجوم الأخيرة ومستقبل المفاوضات حوار مع الكاتب الصحفي أشرف أبو الهول مدير تحرير جريدة الأهرام ما مصير احتجاجات الجامعات الأمريكية المناهضة لحرب غزة؟ وهل تواصل الدوائر السياسية تمسكها بتهمة معاداة السامية؟ حوار مع الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. أسباب تراجع الإقبال الملحوظ على الدراسات العليا والماجستير والدكتوراه، حوار مع الدكتور معتز خرشد وزير التعليم العالي الأسبق. السلام عليكم اهلا بكم في حلقه جديده حديث القاهره. الحدث الاكثر يعني اهتماما واهميه والحدث الاكثر يعني احساسا بخطورته واهميته هو احتلال الجيش الاسرائيلي لمعبر رفح في الجانب الفلسطيني. اسرائيل دخلت معبر رفح وسيطرت عليه. <applause> هي السيطره عليه واحتلاله بقى بشكل دائم ومستمر بشكل جزئي للضغط على حماس ده امر يمكن ان تكون هناك تحليلات كثيره له لكن من اللحظه اللي اسرائيل استولت على واحتلت معبر رفح الفلسطيني بتنفجر وسائل التواصل الاجتماعي بصيحات الاسلاميين وتيار الاسلام السياسي والحمساويين واليسار المتحالف معاهم في انه اين مصر وكيف اي مصر وماذا تفعل مصر ثم التسخين والتشويش والتشويه لفكره ودور وموقف مصر <applause> وكانه المطلوب هل ستسكت مصر؟ هل ستصمت مصر؟ هل تتدخل مصر؟ شفتوا يا مصر ماذا تفعل مصر؟ وهكذا وهذا انتهاك لمعاهدة السلام هم بيحبوا معاهدة السلام دلوقتي يعني الإسلاميين والناصريين بيحبوا معاهدة السلام وزعلانين على انتهاكها <applause> يعني وعايزين مصر تاخد موقف ضد انتهاك معاهدة السلام ده من كتر احترام كنت وحبكم والتزامكم معاهدة السلام طب يا جماعة معبر رفح ده في الجانب الفلسطيني في أرض فلسطين المحتل لغاية 2005 بتسيطر عليه إسرائيل ثم حصل الانسحاب من طرف واحد من إسرائيل من غزة إسرائيل انسحبت من غزة فمعبر رفح تسلمته السلطة الفلسطينية وأصبحت تديره وتسيطر عليه السلطة الفلسطينية ولما حماس عملت انقلابها في 2007 وقتلت اللي قتلتهم من قيادات فتح ورمتهم من الشبابيك وحاجات كده واعدمتهم في الشوارع و... سيطرت حماس على معبر رفح في الجانب الفلسطيني قوم ايه في 2024 مع العدوان والاحتلال الاسرائيلي لغزة اسرائيل عادت واحتلت معبر رفح في الجانب الفلسطيني ما إحنا بالموضوع ده يعني مصر فهم الحكاية دي يعني معبر رفح لا هو مصري ولا اسرائيل جت ناحيتنا ولا لمست حدودنا ولا تجرؤ ولن تكسر على ذلك ابدا ولن نسمح لها ابدا طيب ماشي هي دي الارض اللي كانت محتلاها فانسحبت عنها وسيطرت عليها حماس فجاءت وطردت حماس منها واحتلت معبر رفح تاني برضو احنا مالنا يعني ايه يعني ايه دور مصر في الموضوع؟ ايه اللي المفروض تعمله مصر في الموضوع؟ عشان انت عايز تحرض مصر تستفز مصر تدفع مصر تزيد على مصر لازم تعمل حاجه مصر تعمل ايه حاجه مصر؟ ليه تعمل حاجه؟ يقولك اصل الاحتلال ده والوجود العسكري الاسرائيلي في معبر رفح الفلسطيني انتهاك للبروتوكول اللي معمول في 2005 بعد الانسحاب الاسرائيلي اصل ده مخالفه البروتوكول الثلاثي على فكره من مصر و... والسلطه الفلسطينيه واسرائيل طيب بروتوكول طيب يقول لك لا اصل ده مخالف لبروتوكولات عقد اتعملت بعد معاهده السلام بين مصر واسرائيل فيما يخص المنطقه د اللي فيها معبر او فيها ممر صلاح الدين بسموه في فيلادلفيا وان الوجود العسكري الاسرائيلي فيها لازم يكون محدود وطبقا للبروتوكول وانه اي تواجد لازم يبقى بالاتفاق والموافقه المصريه وده مخالفه لبروتوكولات المعاهده. طب يعني خالفت اسرائيل بروتوكولات المعاهده. ماشي احنا خالفناها برضه. وعندنا قوات مسلحه في حدودنا المعاهدة ما كانتش بتقول في المنطقة دي ما يبقاش فيه قوات مسلحة عندنا. يعني والعالم كله يرى ويشهد ونحن نتباهى ونفخر ونقدم قواتنا المسلحة في المنطقة اللي المفروض في المعاهدة وبروتوكولاتها ما تبقاش موجودة، موجودة. طيب. يعني دلوقتي نفترض إن دي مخالفة للبروتوكول أو انتهاك للمعاهدة. وجود الاحتلال الإسرائيلي لمعبر رفح. طيب كويس نستنكر يعني هنستنكر وبنستنكر ونطلع بيانات نستنكر ونرفض ونحتج وممكن نلجا للامم المتحده انما ولا حبه عرق واحده تنزل من جبين عسكري مصري عشان خاطر معبر رفع الفلسطين انا مالي؟ يعني شيء لا يخصني طبعا الاحتلال الاسرائيلي يخصني بالمعنى مصري والعروبي والإنساني وكل حاجة ومعنى الأمن القومي المصري كل شيء وموقف مصر ضد الاحتلال الإسرائيلي مسألة يعني موقف لا يمكن الطعن فيه والموقف ضد العدوان الإسرائيلي مسألة حاسمة محسومة ووحشية إسرائيل وإجرامها لو أنت حابب نوع نطب شوية ونغني أنا وأنت في حكاية إسرائيل الوحشية إسرائيل المجرمة إسرائيل اللي ترتكب المجازر والمذابح قال يعني إحنا بنقول حاجة جديدة العالم كله بقى اصغر طفل موجود في في امريكا عارف دلوقتي ان اسرائيل بترتكب مذابح وجرائم ومجازر و... فيعني انت ايه اللي لها... هيريحك او يطمن قلبك ان انا اقعد اكلمك عن المجازر ووحشيه اسرائيل كانه حدث جديد ومعلومه جديده الطرافه لاول مره او كاني لو قلتها خلاص انت ارتحت انتشيت حصلتك النشوه النفسيه يعني عارفين المجازر والمذابح وضدها ب... يعني قلبا وقالبا سواء اي انسان عاقل اي انسان عنده بخمسة ساخ طوير هيبقى ضد كل اللي بتعمله إسرائيل من وحشية وهمجية وإرهاب واحتلال طبعا ما بالك بقى, بقى بدول زي الدولة المصرية كده بكل ما تملك يعني من عراقة وتاريخ وقوة وصلابة وعروبة وإنسانية واحترام للقوانين الدولية طبعا بتدين نرفض لكن أرجع تاني وأقول لك وأعمل أنا إيه بقى المفروض أعمل إيه بتطلب مني إيه تطلب مني تدخل عسكري انت مجنون يض عشان ايه عشان الصنوار عشان قرار الصنوار المختل القرار والصنوار مع بعض الصفه تقع الاتنين بانه يقوم حرب اه امام قوى همجيه ارهابيه وفي الاخر عايزني انا اتدخل عشان اروح فين عشان يعمل ايه أدخل قواتي يعني عشان آخد معبر رفح الفلسطيني؟ وكل السعي من اللحظة الأولى ضد مصر يكاد يكون عملية 7 أكتوبر دي معمولة علشان تدخل مصر فخ. أنتوا ما بتقبلوش النازحين ليه؟ يا ولاد ما عندكوش قلب قال ايه اين الانسانيه اين الايه انتوا بعتوا الارض وهتاخدوا 200 مليار دولار عشان تتخلفوا فلسطين يا خونه يا بياعين اه انتوا فين قلوبكم فين الانسانيه انتوا بتاخدوا فلوس كل القصة انتوا ساكتين على الضرب انتوا بتتخل... اين اي العرب اين المش عارف ايه وتطلع استطلاعات الراي في غزه انه الشعب الفلسطيني يقدر رقم واحد الموقف الايراني ورقم اثنين الموقف الـ الـ اليمني والموقف القطري ومصر تاخد الموقف المصري يا مش عارف بضعة ايه في الـ يعني اللي الاخير هو الاردني يا سلام بعد ده كله وطالب مني انا انقذ المعبر طب ما انقذتوش انت ليه يا خايب يا ضلال يا كذاب اللي قاعد تقول لي أنا بنتصر، أنا المقاومة، أنا اللي إيه، أنا اللي بحكم غزة، فين؟ ما يعني ما سطرتش المعبر ليه؟ ده أنت قبلها بساعات بتروح بتضرب معبر كارم أبو سالم اللي بتخش فيه المساعدات. إيه الحماقة دي؟ إيه الجنون ده؟ حق المقاومة، طب يا سيدي خلاص أنت شايف إن دي مقاومة وإن ده حقك؟ اتفضل. تحمل النتائج. انما انت عايز تحملها لي انا انا ليه تحمل الشعب المصري مصيبه عقلك القاصر وجنانك وعملتك لايران انا انا ليه استحمل ليه اتحمل ليه على مسؤوليتي ان انا انفذ المشروع الايراني بتاع حضرتك كل السعي من اجل ان تتورط مصر طيب معبر رفح في الجانب الفلسطيني إن كان احتلالا إسرائيليا دائما أو مؤقتا أو لمجرد الضغط على حماس فلا دخل لنا عسكريا بهذا الموضوع إطلاقا ولا أظن أن الدولة المصرية من الخفة أنها تستجيب لهؤلاء المجانين المختلين اللي عايزين يورطوا مصر ويدخلوها معركة ليست معركتنا على الإطلاق وإذا كانت حماس تحكم غزة فتفضل وإذا كانت بتقاوم تتفضل تدافع مع رفح تستردوا أو تهدوا على دماغهم ده موضوعها إحنا بنحاول ننقذ الشعب الفلسطيني مش بنحاول ننقذ حماس على فكرة مصر كل سعيها وبالمناسبة والعالم كله سعيه الحقيقي هو انقاذ الشعب الفلسطيني مش انقاذ حماس، بالعكس ده احد شروط انقاذ <applause> الشعب الفلسطيني هو ازاحه حماس، الاطاحه بحماس عند المجتمع الاوروبي على الاقل والامريكي هو يعني. الحقيقه في مشكله بالذات من الاخوه اللي بيحرضوا مصر على انها تنفعل ويجروها الى شيء لن تجر له مصر ابدا في مشكله في العقل العربي عموما والعقل الذي بيفكر بهذه الطريقه العقل الذي يرى ما يعني ان حماس او 7 اكتوبر عمل مقاومه او نصر او خدم القضيه في مشكله يعني اعتقد ان في مشكله حقيقيه وعميقه ولازم نصرح نفسنا بيها <applause> ما ينفعش يبقى الجنان واصل الى هذا الحد والى هذا وإلى هذه المرحله يعني حماس ايه اللي طالباه دلوقتي شروطها لموافقه على الهدنه يعني اولا طالبه هدنه اسمها هدنه وين طالبه وعد بوقف اطلاق ووعد بانهاء الحرب وانهاء العدوان قال يعني اسرائيل لو وعدت انها تنهي العدوان مش معناه انا كنت على العدوان تاني يعني ملتزم قوي اسرائيل بعهودها وبتاع يعني معاهداتها وبكلمتها قوي يعني يا سلام على الالتزام وقال يعني حماس ملتزمه ايضا بعهودها طرفين يعني بيخلوا باي معاهده واتفاق في غمضه عين ومع ذلك ايه اللي طلبه حماس؟ طلبه وعد بانهاء الحرب وبضمانة أمريكية مصرية قطرية تركية إيرانية مش عارف مش ثانيا طالبة وقف اطلاق النار ثالثا طلبة الانسحاب من غزة إذا إيه ده, ده طلع إسرائيل محتلة غزة مش زي ما قناة الجزيرة بتقول يعني والانتصارات الجبارة الرهيبة بتاعة المقاومة ومنعت إسرائيل من من غزة وما فيش حاجة من دي طلعت يعني بتحتل غزة بدليل أنه الإخوة بتوع حماس طالبين الانسحاب يعني ماشي رابعا طلبة إعادة الإعمار وتسهيل إعادة الإعمار طب مرة أخرى يا ضلالي يا كداب ما كل ده كان قبل 7 أكتوبر ما كانش في عدوان ما كانش في اطلاق نار مش كده ولا ايه ما كانش في احتلال لغزه كان في اعمار فانت مصر ان انت عملت حاجه في 7 اكتوبر غير الدمار والتدمير يعني طبعا لازم نضيف انه انه من الحاجات اللي طرحتها حماس في 7 اكتوبر انها عملت ليه 7 اكتوبر علشان الاسرة طيب يا سيدي حاضر ماشي طبقا لاخر احصائيه المركز الإحصائي الفلسطيني من ساعات عدد الاسرى حالات الاعتقال من يوم 7 اكتوبر لغايه النهارده 13575 حاله اعتقال قبل 7 اكتوبر هم كانوا بيتكلموا على انه في 5000 اسير ضيف عليهم ال 13000 اسير الجداد بقوا 18000 وهو هي هيعمل بقى حكايه استبدال الرهائن بالقصرة ده علشان يفرج عن ألف مثلا حسب الهدنه او حسب الشروط اللي موجوده في الورقه اللي بيناقشوها دلوقتي ازيد شويه اقل شويه لا يعني 7 اكتوبر خلت ال 5000 ألف فين المكسب هنا برضو فين المكسب هنا طبعا في ابتزال شديد جدا بقى يعني يصل الى حد السخافه وناس لابسه كسرون على راسها يقول لك احنا حركنا القضيه اولا حماس ما قالتش ان من اهداف ال اكتوبر تحريك القضيه ومع ذلك القضيه اتحركت فين يعني القضيه اتحركت فين فعلا يقول لك العالم دلوقتي كله مهتم وبيكلم عن القضيه عن القضيه الفلسطينيه عن الدوله الفلسطينيه هقول لك انا دلوقتي بمناسبه العالم هو بيقول طول الوقت انه اهداف اسرائيل لم تتحقق طبعا الاهداف اللي اسرائيل عليتها ان احنا هنقضي على حماس ان احنا مش عارف هنسترد كل الأسرة مش عارف. هي اعلنت الاهداف دي بس قالتش هي يعني هتحققها امتى عشان كده حرب مفتوحه احنا داخلين في الشهر الثامن بعد شويه ده لو ما انعقدتش الهدنه من بكره بس طيب اسرائيل قالت كده وفي الظاهر طبعا ما حققتش اهدافها لكن حقيقة ما هو اسوأ والعن وهو الهدف الحقيقي وهو تدمير غزه. طيب هم بيقولوا المصريين لم تحقق اهدافها. حماس حققت يعني اهداف 7 اكتوبر اتحققت عشان تروح تتلطى وتزعم وتقول اصل انا احييت القضيه، ايه أحيط قضيه ايه؟ النتيجه التي نراها الان في غزه معناها انه حماس أقدمت على فعل مجنون وعلى فعل عدمي رغم نجاحه بلا دراسة ولم تدرسه وكان عمل انتحاري تقريبا أنا بقول لحضرتك ضيع الأضافة الصينية على عكس الشائع أنه أحيا الأضافة الصينية والعالم والمظاهرات في العالم والكلام ده هروح لك في المنطقة دي وأحاول أعرض لك رأيي وأقدمه لك يعني حتى يعني نتفكر فيه سويا لكن لما تقول لي 15 ألف طبقا برضو المركز الإحصاء الفلسطيني 15233 ألف ثلاثة وثلاثين شهيد وتقول لي 82908 ألف وثمانية جريح وتقول لي 360 ألف وحدة سكنية متضررة وتقول لي طبقا للأمم المتحدة وتقديراتها إن إعمار إعادة إعمار غزة، إعادة غزة إلى يوم ما قبل 7 أكتوبر، محتاج ما بين 30 إلى 40 مليار دولار، ومحتاج ده في حده الأدنى، لأن في تقديرات بتوصل ل 80 مليار. وأنا آسف ال 30 40 مليار دولار دول لإعادة البنية الأساسية لغزة. الإعمار يوصل ل 80 مليار. وقد يستغرق عشرين عاما عشان نرجع غزة ليوم 6 اكتوبر 2023 كشوارع ومية وكهرباء ومساكن و... ده اللي عمله يحيى ده اللي عملته حماس يعني طبلوا زي ما انتوا عايزين بقى يعني طبلوا زغراته اكذبوا على نفسكم وقولوا اي حاجه كسرونه وامشوا بيها ده ما... دي مسالتكم دي مشكلتكم إنما الحقائق على الأرض بتقول غزة مدمرة وكل ما سعت إليه حماس انتهى إلى دمار ودمار ودمار ثم ما تطلبه حماس الآن زي ما أنا قلت من الأسبوع الأول ونالنا ما نالنا إنه هنرجع كل أملنا العودة إلى حدود 7 أكتوبر زي ما قعدنا نغني من 67 العوده الى حدود 67. ليه يا جماعه؟ لانه في مشكله حقيقيه بنيويه بنيويه في البنى في البنى في بنى العقل العربي في التعامل مع القضيه الفلسطينيه. مشكله قد تصل الى حد انها في جينات الفكر العربي او في التعامل العربي او في الثقافه العربيه مع القضيه الفلسطينيه منذ اليوم الاول. كل معالجتنا للقضيه الفلسطينيه واولنا الفلسطينيين خطا خطيئه جريمه ضيعت فلسطين وبتضيعها هي على طول وما ظنيش ان احنا اقدمنا على اي شيء يستعيد فلسطين ابدا كل مره بنعمل اللي يضيعها مش اللي يرجعها ازاي؟ دعني اعود بك الى التاريخ كي تدرك انه يقرا لك المستقبل وكي تعلم ان المشكله اعمق كثيرا مما نحن فيه ثم لكي تدرك اننا متجمدون متخشبون متيبسون ان العقل العربي في الثلاجه ان العقل العربي لا يتعلم في القضايا الفلسطينيه عموما في القضايا أخرى دي ان فيها براحتنا انما في القضايا الفلسطينيه انا بقول لحضرتك اسفا متاسفا ومعتذرا انه لا امل طول ما ده طريقه التفكير العربي مش بس كده بقى ده انت عندك التيار الاسلامي التيار الاسلامي السياسي ده عندك حتى التيار والافكار التقليديه عندك الناصريين عندك اليساريين طول ما هم التفكير ده التفكير الحسيني بتاع امين الحسيني مفتي القدس ده مستمر لغايه النهارده فاحنا يعني لن ت... لن يعود من فلسطين شبر لان لما ادرس ازاي ضاعت لازم اشوف ازاي ضاعت بقى الهجرة اليهودية والعصابات الصهيونية وكل ما تعرفه وتعلمه ده، لكن تعالى اقول لك على الحلول اللي كانت موجودة من اللحظة الأولى وانت أضعتها وأهدرتها ازاي؟ يعني هرجع للثلاثينات قبل ثورة الكبرى في فلسطين سنة 36 بعد بعد الحرب العالميه الاولى بقى والانتداب البريطاني على فلسطين انت قصاد مشاكل بقى والهجره اليهوديه وما يجري والاحداث اللي بتحصل فاذا بي الانجليز بيقرروا ان هم يحاولوا يعني يحلوا المشكل طب نعمل ايه؟ عملوا لجنه عارفين زي لجنه ميلنر كده اللي نزل سنه 19 مصر عشان تسال المصريين رايهم موقفهم عملوا لجنه وجابوا فيها قانوني من الكونجرس الامريكي سيناتور مهم قانوني يعني أمريكي هو رئيس اللجنة دي وينزل يناقش الشعب الفلسطيني أو الفلسطينيين واليهود اللي كانوا هاجروا أو ال... هناك و... ويوصل لحل يطرحوه علشان خاطر يبقى حل للا... للمشكل المشكل حكاية الفلسطينيين واليهود والأزمة اللي بتتفاقم في فلسطين بعد كمان وعد بولفر وما إلى ذلك فجت اللجنة وقعدت وناقشت وراحت وجات وقابلت وبعدين طلعت طرح وحل قالت ايه فلسطين عباره عن 27 الف كيلو متر مربع فاللجنه دي قررت انه تمنح آه اليهود قطعه ارض عباره عن 5000 كيلو متر مربع ويتبقى 22 الف كيلو متر مربع للدوله الفلسطينيه ويبقى دولتين دوله فلسطينيه الفلسطينيين يبقوا على 22 الف كيلو متر مربع واليهود اليهود وقتها ما كانش على اسرائيل بقى اليهود ياخدوا دوله يسموها بقى اللي يسموها ما حد لسه بيتكلم في اسرائيل 5000 كيلو متر مربع بنجوريون هو الزعيم الاسرائيلي بقى والصهيوني اللي موجود وقتها <applause> لما طلع التقرير ده اجتمع الوكاله اليهوديه بقى واجتمع بنجوريون معاهم فقال لهم انا هاجل رأيي في هذا الموضوع في هذا التقرير 24 ساعة لغاية ما العرب يتكلموا لأنهم هيرفضوا. إنما بالنسبة لنا انا بقى لو ادوني مفرش مائدة لوافقت، لو ادوني لو أرض بمساحة مفرش مائدة لوافقت. وبنيت عليها دولة، المهم ياخد ولو مفرش مائدة يقولوا عليها دي أرض إسرائيل. طبعا العرب رفضوا، في الصين رفضوا. طبعا انا يعني متفاهم السياق الزمن انت جاي تقولي لي بتقتطع من الارض 5000 كيلو متر فاهم فاهم يعني متفاهم تماما انه طبيعي انه يترفض وان كان في ناس عمليه واقعيه وقتها واتهمت بالخيانه وبالبتاع لانه في الاخر دي كلها ارض محتله اساسا من من انجلترا ومع ذلك ماشي ده اول حاجه وعشان نشوف العقل العربي بقى لانه ممكن يكون منطقي انك ترفض وليه ادي 5000 آلاف كيلومتر مربع لناس عاملين جوه ارضي وازاي تنازل منطقي جدا مشروع الفكره مشروعه والرفض يعني شديد المنطقيه والوجاهه بس مقابل انك تكون ضامن ال 27000 كيلو متر مربع انت مش ضامن حق خالص انت في الهواء وما عندكش دوله اصلا انت محتل عليك انتداب ومع ذلك رفضت ماشي تمر الايام بقى <applause> ويحصل ايه؟ يحصل ثوره 36 الشعب الفلسطيني بيخرج في انتفاضه بقى والامه العربيه كلها والدول العربيه كلها بتنتصر للشعب الفلسطيني فالاسرائيلي إيه؟ الانجليز برضه وقعوا في ورطه عايزين نحل الازمه دي وكانت بدات بقى ازمات من نوع هتلر بقى موجود في اوروبا والدنيا بقت فيها مشاكل عايزين نخلص من القصه دي ألف 1939 عملوا حاجه اسمها مؤتمر لندن جمعوا فيها كل الاطراف في مفاوضات غير مباشره وسيبك في المهزله بقى بتاعت ان الفلسطينيين اتخانقوا مع بعض برضو مفتي الحسيني والنشاشيبي ومين اللي يمثل فلسطين ومين اللي يمثل الشعب الفلسطيني وخناقه ويقول لك لا انا ما احضرش المؤتمر لو الوفد ده حضر يقول له لا نفس المسخره اللي موجوده دلوقتي عموما حصل مؤتمر لندن وانتهى بطبيعه الحال العرب يعني مختلفين واختلفوا مع لكن انجلترا عايزه تحل الازمه سنه 39 الكلام فعملت عامله حاجه اسمها الكتاب الابيض اول حاجه عملتها في الكتاب الابيض ده ايه انها اولا قررت منع الهجره اليهوديه الى فلسطين وبدات تمارس كمان بت بت بتطرد المراكب اللي بتيجي باليهود وت تطردهم وبقى حصل يعني الصهاينة عملوا عمايل سودة وعمليات إرهابية ضد الإنجليز عشان قرار الإنجليز ده منع الهجرة خلاص وقف هم 75 ألف وانتهى الحاجة التانية إنشاء دولة فلسطينية بعد عشر سنوات دولة لفلسطين بعد عشر سنوات بس يكون ضمن حقوق لليهود في الأرض في أنهم يبقوا عايشين ويحصل مرحله انتقاليه وفتره انتقاليه لغايه ما تنشا في فلسطين دوله فلسطين بعد عشر سنين ويبقى لها دستور يحصل حق مرحله انتقاليه الفلسطينيين يعملوا اداره يديروا بيها الدوله ويكون ممثل فيها يهود على اعتبار جزء من السكان العرب طبعا والفلسطينيين رفضوا الحسيني رفض الكتاب الابيض والصهاينه رفضوا الكتاب الابيض لانه طبعا منع الهجره ده خلاص منع خلاص يعني خلى شويه ال... ال... اليهود اللي هاجروا دول هم خلاص هيبقوا جزء من سكان دوله اسمها فلسطين بعد عشر سنين فالصهاينه رفضوا لكن في الوقت ده الاثنين رفضوا لكن خد بالك مين الخسران من الموضوع انا خسران دوله فلسطينيه انا العربي وخسران ولو جاي بعد عشر سنين وخسران منع الهجره اليهوديه لان لما نرفض الكتاب الابيض طب ما خلاص والاسرائيليين واليهود او الصهاينه رافضينه فالموضوع خلاص استمرت المأساة طيب حصلت الحرب العالمية بقى وهتلر دخل بولندا والقصة الصهاينة واليهود عموما قرروا ينحازوا الأول هما كانوا بالمناسبة جزء من ال كان في علاقة متينة قوية في فترة من الفترات مع ألمانيا ثم مع هتلر بقى الدنيا حصل الاضطهاد وال وبعد كده المحرقة وغيرها المهم انه الانحياز الصهيوني واليهودي لبريطانيا كان مؤكد وكان في الفيلق اليهودي جوه الجيش الحلفاء وكان في في حرب فلسطين 48 5000 ضابط وجندي صهيوني كانوا موجودين في جيوش الحلفاء وبيحاربوا في الحرب العالميه الثانيه انضموا للجيش الاسرائيلي في 48 عموما بنجوريون قال ايه بقى؟ بن جوريون قال ايه مع قرار مع الكتاب الابيض ده ومع الحرب العالميه هو هو طول الوقت بقى ضد انجلترا وقاعدين بقى يعملوا يعني واغتيالات لظباط انجليز ومش عارف لما حصلت الحرب قال هذه المقوله قال علينا احنا بقى كصهاينه واسرائيليين علينا ان نكون مع بريطانيا في الحرب كانه لا يوجد كتاب ابيض الكتاب الابيض اللي ضدنا احنا اللي ضد اسرائيل واللي ضد الصهيونيه واللي ضد الهجر وعلينا ان نكون ضد الكتاب الابيض وكانه لا توجد حرب وادار معركته في تاسيس كيانه الصهيوني ده طيب ادي فرصه ضاعت في الكتاب الابيض والدوله فلسطين مش لك في مشكله في المخ ما استفدناش من الأولانية ولا استفدنا من الثانية لأنه لما جت الثالثة بقى 1948 جه التقسيم قرار التقسيم بقى بتاع الأمم المتحدة القرار الوحيد في الع... في الأمم المتحدة اللي وافقت عليه إسرائيل إسرائيل من يوم... هي وافقت على القرار ده ومن يوميها وما عبرتش ولا قرار من الأمم المتحدة بعد كده إيه اللي حصل في قرار التقسيم؟ قرار التقسيم قال لك 47% و53% وفي شوية يعني أقسم بين الإسرائيليين ودولة إسرائيلية ودولة فلسطينية وبينهم يعني مساحة كده دولية لسه هنفكر فيها هنأجلها مش عارف إيه جوه القرار فأنت رفضت الشعوب العربية كلها وطبعا أولهم الشعب الفلسطيني اللي هو مش ممثل في حد يعني هو في الحسيني زعامه فرض امها على الشعب الفلسطيني طول الوقت وقاعدة توديه من داهيه لداهيه لداهيه ومع ذلك هو اللي في الصدار لكن عموما الشعوب العربيه والدول العربيه والحكومات العربيه عموما رفضت قرار التقسيم طيب كويس ودخلت حرب 48 فانهزمنا لكل الجيوش العربيه دي وطبعا للشعب الفلسطيني هزيمه انتهت الى انه إسرائيل تمكنت من أكثر من 53% وإحنا خدنا الباقي فضلت لسه معانا الضفة الغربية القدس الشرقية وفضل عندنا غزة يعني قول عندنا 47% من فلسطين عملنا بيها إيه؟ يعني إسرائيل خدت النص وعملت دولتها وكبرت حكومتها وجيشها وكترت مهاجريها اللي جوهم وسكانها انت عملت ايه بقى بما تبقى في ارضك من ارض فلسطين؟ شويه بتحكمها الاردن وشويه بتحكمها مصر. حته هنا وحته هنا. وبعدين عملوا حاجه اسمها حكومه عموم فلسطين في غزه قعدت لها كام شهر كده وامين الحسيني عمل اخوه بين رئيسها وبعدين سقطت. هل اسست اي حاجه في الفتره دي هل عملت دوله فلسطين وعملت عالم دوله فلسطين وعملت جيش لفلسطين اشبعنا الاسرائيليين في في الحته بتاعتهم اللي خدوها احتلوها واستعمروها وبعدين نموا فيها وكب... وانت الجزء بتاعك اللي كان لسه تحت ارضك تحت سيادتك العربيه والفلسطينيه ما عملتش اي حاجه لا عملت جيش ولا عملت حكومه ولا عملت رئيس ولا عملت اي حاجه خالص ولا نميت ولا كبرت ولا بنيت مصانع ولا عليت بيوت ولا مزارع ولا اي حاجه خالص تماما قعدت تبكي مضاع وتطالب به وهو حقك بطبيعه الحال وهنا بتكلم على العرب عموما مش في الصين بس لكن اللي تحت ايدك بقى بنيت عليه حاجه استثمرته في شيء ابدا اطلاقا ضيعته في 67 كمان يعني اللي خد نصها خد بقيتها في 67 واللي كان معاه نصها ما عملش حاجه فيها خالص اطلاقا ضيعها بقول لك عشان كده في مشكله هنا في المخ العربي في القضيه الفلسطينيه ليه بقى لانه وبعدها طبعا القصه الشهيره بتاعت بتضيع الحكم الذاتي المعروض عليك ايام الرئيس السادات ومبادره السلام ليه لانك انت اجدع واحد في الدنيا وانت هترجع فلسطين ماشي ثم ضيعت اصله اللي هي رجعتك الى الارض الفلسطينيه ما عندك سلطه ضاعت اليمين الاسرائيلي طبعا الصهيوني البشع فضلا على اليمين الاسلامي الفلسطيني البشع ضيعوا اصله فبقيت ملط حضرتك ملط ملط يعني فجيت عملت برضه بذكائك وعبقريتك الفزه 7 اكتوبر فدمرت غزه وبتطالب دلوقتي بالعودة إلى حدود 7 أكتوبر أنت لا تتعلم من أخطائك أنت تمارسها بالضبط كما هي ولا تفكر لا بطريقة سياسية ولا بطريقة واقعية ولا بطريقة عملية ولا مفكرش أصلا أنت مجنون بمشاعرك وغرائزك وبتدمر نفسك وبتعمل حالة انتحار دائمة ومستمرة وبتستملحها وبتستطعمها وبتمزكك انك ضايع طول الوقت وطول الوقت بتعمل عمليات عد يعني عدمية انتحارية لا تجلب اي نتائج غير الخراب بس انت منتشي وعايش الكذبة بتاعتك عايش زي دلوقتي بالظبط كذبة ان المقاومة انتصرت كذبة ده لو اعلنوا الهدنة هيقولك الحق وشفت واللي يقولك اصل ده آآ آآ إيه 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 إسرائيل على وشك النهاية والضياع يعني أصل المقاومة علمت العالم أصلها أحيت قضيه فلسطينية أصل الحين فلسطينية والدولة الفلسطينية بمناسبة كل الكلام كل عن الدولة الفلسطينية ده بقابلني أنا بقى بقول لك متشائم تاريخيا نتيجة العقل العربي اللي بيسود التعامل مع القضية الفلسطينية منساق إلى المنهج الحمساوي والناصري وكل سنة وانت طيب المنهج ده ولا هيرجع لك متر في فلسطين ولا هيرجع لك متر ده ناس ده حماس بتقاتل السلطة الفلسطينية عشان تفضل بتحكم غزة التراب عايزة تحكم التراب اللي موجود الدمار والخراب عايزة تحكم مش عارفة تدافع عن معبر مش عارفة تدافع عن مستشفى عايزة تحكم يا سيدي خلاص هنعمل ايه انتوا عايشين عالم الله يرحمه ويحسن إليه والله هو ظلم وغدر في هذا الموضوع الإعلام الكبير أحمد سعيد اللي هو إيه كان بيطلع البيانات هو رئيس إذاعة صوت العرب وكان يعني صوت مشهور معروف إيه اللي هو كان بيطلع بيانات ان احنا في 67 اسقطنا 80 طياره ان احنا مش عارف دخلنا تل ابيب انت لسه عايش بالحكايه دي انا بشوف احمد سعيد في كل البرامج وال والتحليلات والاخبار وحتى المراسلين في القنوات العربيه كلهم عايشين حاله الصحاف واحمد سعيد دي هم معجبين بالكذبه هم ناس الكذب بيريحهم الكذب بيريحهم بالمناسبه المضحكه يعني الساخره المفارقه يعني ان احمد سعيد كان بيقدم برنامج في صوت العرب يقول لك اكاذيب تكشفها حقائق <applause> يعني اول ما حصل 67 لم يكذب علينا الا صوته طبعا الراجل مظلوم لانه كان بيرى بيانات الكذابين اللي بيبعتوها له لكن في المحصله انت عايش هذه الكذبه كذب العقل العربي في القضيه الفلسطينيه بيريحه الحلم المستحيل واحساس انه يفضل مضطهد وضحيه وبيمجد الموت ويعظم في الدمار على اعتباره أنه تضحية ومقاومة ومش عارف إيه ده, ده العقل العربي ويدير الإسلاميون والناصريون اللي في القضية دول هم حزمة واحدة يعني في التفكير وطريقة التفكير حزمة واحدة يعني إحنا أصاد غياب للعقل وحضور للوهم فربنا معاهم يعني ناس تصدق اكاذيبها وتعيش هذه الكذبه وطول الوقت لا ترى الواقع عندها يعني انفصال تام عن الواقع ترى الدمار وتراه نصرا ترى النزوح والضياع والخيام وتراه فوزا ترى الهزيمه وتراها مكسبا يعني وتقول لي هيعملوا دوله فلسطينيه يعملوا في فيه فيه حتى أساسية في حته اساسا تعمل فيها دوله فلسطينيه أنا ما يعني يؤلم قلبي ويمزقه بالفعل يعني المشاهد أول ما قال حماس وافقوا على على الورقة التفاوضية اللي خرجوا من مجموعات من الشعب الغزاوي يعني الشعب الفلسطيني في غزة بالتهليل والفرح والزغريط عشان الحرب هتقف وفي الآخر ده ده الانتصار ده الانتصار إن احنا نرجع إلى ما قبل 6 أكتوبر الدوله الفلسطينيه اسيره زي ما الشعب الفلسطيني مخطوف كده من حماسه ومن العقل العربي والفلسطيني المخطوف والمستلب واللي طبعا احساسه بالظلم وبالقهر وبالاحتلال وباغتصاب ارضه وبطرده كل ده بيخلي النفسيه طول الوقت عندها قدر من الغضب الرهيب والاحساس بالظلم الهائل الجبار فلا يستطيع ان يقرر ولا يستطيع ان يختار بصواب ولا يستطيع ان يرى الحقيقه ويعيش طول الوقت أس اسير غضبه والمه وما بيعرفش يخرج من ده الى حل حقيقي وواقعي يبني عليه ويقدر ولو خد مفرش مائده يبني عليه ويعظمه انما احنا طول الوقت نسعى الى السراب بعد الفصل نلتقي التالي في حديث القاهرة. أبرز تطورات الأوضاع اليوم في غزة، وتفاصيل عمليات الهجوم الأخيرة، ومستقبل المفاوضات. حوار مع الكاتب الصحفي أشرف أبو الهول، مدير تحرير جريدة الأهرام.